ضربتهم وخدت حق اخوك وارتحت. لا يا فندم، انا جبت الفلاشه زي ما سيادتك امرت، ومحدش صورني ولا حس بيا. هو بس الظاهر ان رجاله سيادتك ما عرفوش ان انا بطل مصر في الملاكمه 4 سنين، وان اللي كان بيتخانق ده حازم اخويا الصغير. هو ده عيبك يا سيف، انك بتخلط الشغل بالامور الشخصيه، وده مش مسموح بيه في شغلانتنا، لانه يدمر اي عمليه، ومش بعيد يكلفك حياتك. على اذنك يا فندم. سيف، لو اللي حصل ده ما كانش تدريب وكان حقيقي، واللي مكان اخوك كان الدين ابو زيد، كنت هتصرف ازاي؟ ما تجاوبش دلوقتي، فكر كويس في الموضوع ده، ولما نتقابل المره الجايه تبقى تقول لي رايك. Watch it.